Chelsea, Ajax, أوروبي تشامبيونز ليغ، شلنا كيفاش تشيلسي اليوم. اليوم نقولوا تشيلسي تلقى هزيمة نكراء، وين نقولوا أياكس أذل تشيلسي في ميدانه أمام جمهوره. وين شلنا كيفاش نقولوا بلي اليوم الضغط، تيرمو الضغط كان قوي. شلنا في الدقيقة الثانية وين إبراهام وين سجل ضد مرماه، شلنا كيفاش هدف ثاني أريوز وين سجل كذلك في الدقيقة 35 ضد مرماه، شلنا كيفاش تيمي تيمي هو اللي سجل الهدف الأول في الدقيقة الثانية، بروموس اللي سجل في الهدف الثاني في الدقيقة 20، شلنا هدف كذلك أبراز اللي سجل الهدف الثالث ضد مرماه للأياكس، شلنا فان ديك بيك اللي سجل في الدقيقة 55 هدف الرابع. يعني كانت مباراة شلنا كيفاش جينينيو اللي سجل هدف ضربة جزاء في الدقيقة الرابعة وين عدل النتيجة لكن بدون جدوى. هذه هي المباراة نقولوا بلي تشيلسي اليوم، نقولوا بلي أياكس أهان تشيلسي أمام جمهوره وين نقولوا بلي نشوفوا تشوف الشوط الثاني وين اياكس تراجع الوراء ولا حافظ على النتيجه، وين هو ولا يجري في المباراه، هو اللي مشى المباراه. شلنا في كيفاش اللاعبين وين كانوا مسيطرين لاعبين تاع اياكس وين كانوا مسيطرين سيطره كامله، سيطره. وين شلنا سجل الحارس، حتى الحارس وين سجل ضد مرماه. يعني نقولوا بلي اليوم ماركوس شنا في كاو شنا زوما يعني ما عملوا ولا شيء، وين تيمي ابراهام ويليان ما عملوا ولا شيء. هاد اللاعبين تاع تشيلسي شنا نقولوا بلي شنا زياش شنا كوينيس اللي سجل هدف، شنا تاتينيش اللاعب تاع اللي يلعب في راس الحربه، شنا دايفيد، شنا دوني فان ديك ميليو تيرا، هذا مارتينيز، نيكولاس، يعني كل اللاعبين هذو، ناصير مزراوي، يعني اندريا اونانا تاع الحارس تاع اياكس اللي عرف كيفاش ينقذ المرمى تاعو من عده اهداف، ايريك المدرب اللي نقولوا بلي راه صانع فريق كبير تاع اياكس أمام لومبارد، وين لم يستطع العمل أي شيء أمام نقولوا أمام أياكس. هاد اللاعبين اللي شناهم كيفاش قدموا مباراة، وين قدموا مباراة كبيرة، مباراة أياكس اللي يبقى نقولوا شو كيفاش أمام جمهور خارج ميدانه، وين فاز بالنتيجة والأداء، وين سيطر على تشيلسي في كل نواحي، سيطر على تشيلسي في كل نواحي، فرض عليه اللعب، حطمه معنويا في الشوط الاول، وين حطمه معنويا. شلنا كيفاش نقولوا بلي اليوم تشيلسي تلقى اهانه كبيره امام جمهوره، اربع اهداف داخل ملعبه امام جمهوره، اربعه مقابل هدف، وين اللاعبين نقولوا الحارس والديفونسور وين داروا نقولوا بلي حتى تيمي ابراهام وين سجل ضد مرماه، شلنا كيفاش سجل ضد مرماه هدف الثاني، شلنا الهدف الاول وين نقولوا الحارس كذلك، وين الحارس هو اللي سجل كذلك ضد مرماه، يعني الحارس اللي سجل الهدف الثالث، الحارس سجل الهدف الثالث ضد مرماه. يعني كانت المباراه تالمو الضغط وين اللاعبين تاع تشيلسي ولاو يسجلوا على ارواحهم. هذه هي المقابله اللي كانت شيقه، شنا اداء، شنا نتيجه، شنا كما يقول لك شخصيه تاع اللاعبين، وين خاصه وين جياس اللي كان القلب النابض تاع اياكس في فوق الميدان، في وسط الميدان، في الهجوم. يعني هذه هي المباراه اللي شنا فيها اهداف، شنا فيها تشيلسي هدف، اياكس اربع اهداف في دور ابطال اوروبا وهو تشامبيونز ليغ. صحيح مقابلة صعبة، شلنا كيفاش تشيلسي كيفاش يعاود يولي، وين شوف نقول لكم وين صعيبة كيخرجوا لك زوج، يخرج لك زوج بالحمراء، وين بلينالد، وشلنا في الطامن اللي خرجوا هادو، خرجوا بالبطاقة الحمراء. يعني على بالك تشوف كيفاش رابحين 4-1، مسجلين اهداف، مكملين، سايك رابدين باجاجهم. شلنا كيفاش عاودت ولات، شوف كيفاش عاودت ولات، وين جيمس اللي سجل هدف التعادل،
وانسان اللي سجل دقيقه 63 الهدف، الهدف شنو كيفاش راك تشوف كيفاش اربع اهداف وين عن طريق شنو جورجيان اللي سجل في الدقيقه 71، يعني بعد خروج زوج لاعبين شنو كيفاش تشيلسي يقلب النتيجه لصالحه، شنو كيفاش راك تشوف كيفاش البط راك تشوف من الصعب من الصعب التكهن. قلنا بلي فيها 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 مفاجات، هذه المباريات هذو فيهم مفاجات. شنو راك تشوف تشوف ثمان اهداف، شوف ثمان اهداف في مباراه واحده ما هي سهله، شوف ثمان اهداف في مباراه واحده، يعني مباراه كانت شيقه، مباراه كانت كبيره، مباراه من مباريات الكبار. شوف كيفاش وين شنا كيفاش اياكس خرجوا له زوج بالحمراء، شنا العوده تاع تشيلسي، يعني تشيلسي وين قلب الموازين، قبل سجل هدف مع تاع الفار هذيك ما حسبها لا شيء. شوف كيفاش بعد ما كان منهزم خرجوا زوج بين لاند، وخرج في التامين اللي خرجوا زوج في اللاكس، خرجوا زوج بالحمراء، يعني كلش انقلب، كلش انقلب، استغلوا الفرصه. هذه هي المباراه، مباراه اللي كانت نورمالمون تشيلسي تفوز، على بالك نورمالمون تشيلسي تفوز بالمباراه، نورمالمون تفوز بالمباراه. هذا هو الدوري الاوروبي تشامبيونز ليغ، تشوف مفاجات، تشوف كل شيء في هذه المباراه. مباراه كانت نقولوا مباراه نبقاو نقولوا مباراه كانت شيقه، مباراه كانت كبيره، هذه هي.